رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لواء محمد بن داخل الجهني، نتابع ماذا قال بعد فوز فريقه اليوم. أقول للجميع الحقيقة للاتحاديين مبروك النتيجة، وأعتقد أنه فوز مهم وفي وقته وإحنا محتاجينه. أنا أقول أن الاتحاد لعب لقاء مميز، وأعتقد أنه لعبنا ضد نادي قوي جدا، وأعتقد أنه الاتحاد كان يعني تكتيكيا مميز. وأولا قبل كل شيء التوفيق بإذن الله، والله سبحانه وتعالى وفقنا اليوم في هذه النتيجة. ولا يعني الحقيقة أقول أن نادي النصر أنه كان ضعيف، لا بالعكس كان قوي وكان ند لنا، ولكن على الحال هذه في النهاية يعني حصلنا على 3 نقاط وهذه المهمة الحقيقة. كيك السلوفيني تشير الأخبار الصحفية من كل مكان بأنه يوم الأحد سيكون موجود في نادي الاتحاد، أو على الأقل سيستلم تأشيرة نادي الاتحاد. والله هو أحد يعني إحنا ما انتهينا معه لحد الآن، ما وقعنا معه حقيقة، لكن هو أحد يعني نفاضل بينه وبين واحد في مستواه، ولكن على الحال إحنا ما انتهينا، انفضات ما انتهت لحد الآن. أعتقد خلال اليومين هذه ماكسيمم يوم السبت يكون يعني يكون نتيجة يعني كل شيء كان واضح، ولكن التوقيع لحد الان ما تم. والله كلاهما، هو يهمني يجي واحد يبني بناء ويهتم في اللاعبين يعني الشباب، وهذه يعني احد الصفات المطلوبه، ويهتم في 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 التكتيك الدفاعي، ويعني التنظيم الدفاعي مهم جدا عندنا، واعتقد انه عندنا مواصفات معينه ووضعناها، واحنا خلال ما يجينا واحد الا تنطبق على هذه المواصفات. اتمنى ان شاء الله سبحانه وتعالى ان نوفق، لانه كله يعني كل شيء بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، تجتهد وتعمل وتحاول، والباقي التوفيق باذن الله سبحانه وتعالى.